يلا يلا. لك شو قصته هذا؟ فكر العالم عنده دبان؟ منو ها؟ الداغي. شو بو؟ شلون بيلغي اجتماع مهم مشان معزل قناية؟ قصدك اجتماع الزعامة؟ ظافر، لك هو ما لغى الاجتماع، هو استعذر عن الجاي. مو القصد يا بي. بسيطة، اللي ما صار اليوم بيصير بكرة. يا بي، كأنه أنت مفارقة معك القصة هيك. هلا ممكن تفهمني انت على ايش مستعجل؟ بعدين انت شو علاقتك باجتماع الزعامات؟ لا ما دخلني يا بي، بس هيك يعني عم فتح سيره اخذ وعطى. يا حاجي وتبتي، يلا على اوضتكم يلا بسرعه. امرك يا بي. لك يا ريتو تاجر متبين من كباريه الحاره، كنا قلنا الحق معه مثله ميت، اما شاوي معزل قنايه يموت يقوم يعمل له كل هالعزاء. والله انا لما اجاني الخبر مع الصناعيه انه التمسيه رح تكون عنده بالخان، قلت يا ابو يا حدا من عيلته، يعني جسر مو نكاش اسنان. وانت شو دخلك؟ طالع شي من جيبتك؟ طالع من جيبتي انه عم يمشينا من تحت امره كانه عبيد عنده. وبشو استعبدكم؟ كل شي. اللي شغله واحده عملها الزعيم واجعزت حدا. هلا التأجيل مو اجعاز؟ الرجال ما قال اجله، قال انا بستعذر منكن عندي عذر. ايوه قمتوا انتوا اجلتوا الاجتماع وركضتوا مثل القطار. خرابوا لك اولاد واللي خلق الخلق. لو ما بيقولوا تمرجل على اخوه لطلعتك منهم بلا سن. ننا ننا يا الله. أبي؟ إيه أبي؟ بدي أقول لك شغلة. احكي يا أبي احكي. أنا بدي بطل منهم. ليش يا أبي؟ هيك يعني ما بقى بدي أشتغل بمحلهم. إيه بسيطة. يوم نحكي بالبيت يا أبي. أبسي اللي بخاطرك. يلا أنا رايح لعند جدك عازو بشغلي بالخان. سلام عليكم. الله معك. شو يا هدول حركات السلالين؟ ما بدك تعرف تبطل إياهم؟ ليش بدك تبطل؟ هيك أبوك وبتعرفه ما عنده هيك. شو بدك تقول له السبب؟ بقول له ما بقى فيني يكون شاهد على الحرارة وساكن. قل له ما بقى فيني يكون شيطان أخرس، ما بقى فيني، ما عاد فيني. ايوه صحيح. انت شو اللي زعجك؟ انا مزعوج. يبقى بوجتي ما انطعجي. بعرف المبدأ انه ما بدي ابوك يتضايق. هلأ سائل عن ابوك ان تضايق وما تضايق، وما لك سائل عن رب العالمين؟ اقصر، قل له اللي بريحك، بس لاقي له حجة يقتنع فيها. بتعرف شو الحجة اللي رح قله ياها ليقتنع فيها؟ شو؟ رح قله قرفك. ما بيكفي؟ قله اللي بدك يا، بس استنى يومين لبين ما الاقي ولد يشتغل محل منك بين ايديه. بس عزيز شو؟ بنصحك تلاقي لك شي شاب اخرس واطرش واعمى وبيسقط على الحرام، واهم شي يكون ما عنده ضمير. تركنا الشرف والضمير الك سيد راسي. رو الحق ابوك لعند جدك على الخان. برجي بيأمن لك شغل بين العتالة. ولك عتال أمين بيسوى راس 100 تاجر حرامي. ليش كان عم يعيط عليك لعندي؟ أنا عطيت على الزعيم وعلى الاجتماع وما خليت. يا سيدي تظلم 60 اجتماع، نحن الزعمة. هيك تبلي، يحسبوها مثل ما بدهم يحسبوها، أعلى ما بخيلهم يركبوه. ياب، لا تخرب لي الطبخة بجنانك. صرت مفهمك مليون مرة، ما بقى فيك تتحمل كم يوم؟ يا بي أنا طايش حجري. روق. خليل. مور يا بي. سوي لنا كاسة شاي. حاضر. يعطيك العافية معلمي. معلمي أبو الفوز. معلمي والله قاصد الله وقصدك بخبية. قلت لي عليها على بكرة وقلت لك موافق. مزبوط معلم، والله خيرك سابي، بس هي الخدمة غير المصاري اللي قربت من ياهو. هات لنشوف. خير بدي اياك معلم. انت
علم الزعيم بجاه. شو هالحكي؟ ايه والله معلم الجواز اقعد احكي لي بشوفك وشو معلم هدول الجماعه اللي جنبي. ايه وشو جاوبتوا هون؟ يا بي ما حكينا شيء، لا قلنا لهم شيء قبل ما اجي اسالك. ابو الذهب نسبه بشغلي، يعني شو نقول للنسوان يا بي؟ خلي يبعثوا رجاله. امرك يا بي امرك. كيفه تيسير معك؟ منيح يا بي منيح، عم يتحسن. الله سلام عليك. الله معك يا بي، الله معك بامان الله. حسن. ايه يا بي. انا رايح على الميدان على مضافه الاشمر. ماشي يا بي. قلت له وقال لي يبعثوا رجال. يعني وافق؟ وافق. وين رايحه؟ رايحه اقول له لمين بدك تقولي له؟ للشارع ابني، قصدي انه بيساوي لك كاسه شاي ابن عمي مشان تروق. شو بكي شو صار لك ضحية؟ شو؟ قلتي له للشاي؟ شايفه فاير وعم يغلي، نوصي تحته لو ينشف قلبه. مين؟ رح نادي لك لأمبرويش؟ يا ليش بقى؟ مشان تقولي لها تروح تخبري الشمعة يجوا بكرة. لا ليش بكرة تقبريني؟ قولي لهم يجوا اليوم وبكرة على أذان الفجر تتجوزي وعلى أذان الظهر بتجيبي ولاد. الله يسامحك يا أمي، ليش هيك عم تحكي؟ ليكي سامو، إذا بتجيبي هالسيرة على لسانك مرة تانية بخصمه من أصله. حاضر. صعيمة بتنعطوا وشو هالجيل هاد؟ الله يجيرنا من أعظم. بك أنتي شو عم تعملي أفاية؟ لا تستلميني، أنا ما دخلني تطفلي منك لبنتك. تقبروني أنتو التنتين، تقبروني. أمي، مو أنتي كان مرة بدك يعني أخذ لها غرض لخالتي أم درويش؟ لا أمي. بلا أمي، تذكري أنتي نسياني. لا ما بدي منك شيء. يا مو الله وكيلك انت اللي كان بدك يعني يومي تاخذ لغرض، وبالعلامه عملت حالي انا نايمه ما رديت عليكي. خلص امي مش الحال، دبرت حالي ما عاد بدي. شو كان بدك مني اخذ لك؟ هذا الحكي يا ابني كان من فتره طويله كثير بعيده، لما كان بدي اياك تاخذ لها شقفه اللحمه تبع طيب العيد. هي هي، يقبرني الله اللي خلقك، امي هاتي اللي اخذ لها اياها. يو هلا وشو فيها؟ بتكون سهرانه. لا أمي، أنا برأيي تستنى للعيد الجاي مشان تاخذ لها شقفتين لحمة يصيروا محرزي. أمي ليش عم تتمسخري؟ أمي هاتي لك أي شغلة لأخذ لها إياها، بعدين خالتي فقيرة وما عندها حدا وجوزها متوفي وما بتستفقديها بشي. إيه وشو كمان؟ أمري لله، بكرة الصبحيات بتحطي لها شوية غراض وباخذ لها إياهم لخالتي قبل ما أروح على شغلها. تقبر قلبي يا أخي شو حنون. هاي صلة الرحم لك أختي لك. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. يا مو لا تنسي بكرة الصباح. خلاص. حتى لو ما حكيت لي فكرك أنا مالي حاسس فيك، مالي مشتلق عليك، بس لك ابني بيضل أخوك الكبير وبيريد مصلحتك، ولما عم يجور عليك بالشغل فمن شانك، من شان تطلع رجال. بعدين تعال شوف، إذا تركت من عنا بنتك كان شو بدك تشتغل؟ والله ما بعرف، يعني حي الله مصلحة. لك ابني مالك صغير لحتى تشتغل مصلحة هلأ وتتعلمها على كبر، بعدين مين بده يشغلك وانت صرت قد الباب؟ وشلون بده يقلك عبيري إبريق المي من الجامع أو كنس المحل؟ هلأ أنا بدي عبي إبريق مي وكنس محل؟ لك شو بدك تشتغل معلم؟ مالك معلم ولا بتفهم بالمصلحة؟ شوف عمك تيسير بيقعد بالمحل مثل التلطميس، ما بيعرف المنضة من الساتان. ايه مزبوط، بس يا بي كمان ما تنسى انه عمي تيسير له نص المحل. ها هاي انت قلت لك ابني له نص المحل، يعني مستند على مال ابوه، ومع ذلك شفته شلون بيتنقر هو اخوك حمدي على طول. يا بي لانه اخي حمدي ما بيحترم دينه. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. العفو منك يا بي، بس صدقني صدقني انه اخي حمدي كتير تخنا كتير وما عاد استحى منوب. شو عم يساوي؟ ما بعرف يا بي ما بعرف. يا بي اذا بدك يعني ابقى معك بالمحل بضل انت قاعد ورا المكتب وما بتطلع الا وارجع على اجرك. ليش لك ابني انا لوين عم اروح؟ يا بي أنا قصدي
انه اذا بيلزم اي شيء للمحل بطلع انا او عمي تيسير ونقضي لك يا. معقول يكون قال له؟ والله بيعملها. هذا واحد سلال وقبضة شغلة أماني وشرف. ابن عمي ليش واقف في المشرق ومالك على بعضك؟ شلون يعني مالي على بعضي؟ لميت رجلي عن السطوح ومناخيري من الحمام. يو هلأ أنا هيك قلت. سدي سدي على الباقي الملاف السعد بعدي من وشي هيك. ليش هيك انطمت؟ اي بقطع ايدي من الشرشة اذا ما في شي وشي كبير كمان. اختي مو حاجة بقى قومي نام. نامي انتي شو بدك فيني؟ ما بتعرفيني ما بقدر نام عضو؟ بعدين مالك حاسة على حالك عم تنفخي كل نفخة بتطبخ طبخة؟ لانه انا عندي احساس مو مثل بعض الناس جناب مثل طنان. يبعت لك قتلك يا سامية ولك لسه ما صار شي وعلقتي لي القصة من دنبة. هذا ما يصير شي وتشوفي للعريس وتجي عينك بعينه شو بتساوي؟ اه ولك اجت يا خيتي والله اجت عيني بعينه. امتى؟ هداك اليوم كنت على باب سقا ومرق واجا ببو عيني ببو عيني. وشو قالك؟ قالي بحبك وعم استناكي وفرشتلك الارض ورد وزهور وياسمين ونارنج وريحان وشو يا ربي كمان. كل هذا على باب سقا؟ لا لكن وين؟ هون على باب قلبي. يا الله شو ساوي انا؟ انتي قومي اندفسي يا رمزي يا اختي يا حبيبتي. تعالي. ايه يا مو. شو هذا يا مو؟ اغراض خالتي. انو اغراض؟ بدي تبعتي لها هون يا مو. وشو داكك لي بهالسلة هاي؟ امي شوية اغراض زكاة عنا وعن روح النبي. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب. وشو حاطط لي بقلب هالصفر طاسات؟ طبخة الكوسة امبارح شبقنا منها وشوية رز فول يعني. يو ما شاء الله حولك وحواليك شو كريم. اعتبريهم زكا عن بنتك وحيدة خانو ولا هيك قالتي لأنه درويش بدك تغني عليها؟ يو يحرقوك على المحبة اللي اجتك فجأة. لك انت كلها رايح لعندها مرتين وبالنهار وهلأ وعيد وبدي روح لعندها صبح وظهر وعشية. منيح وهي غراضك ما بقى بدي اياهم. هلا بشتري لها من جيبتي. منيح. الله لا يعيز عبد لعبد. الله لا يعيز عبد لعبد. هي غراضك. شيخ سالم اعطينا بركاتك يا شيخ سالم. تا تا تاخذ لياهم تضرب منك الى انسى الله بتقبريلي. هي امي اللي بعرفها.